بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد لبرنامج الحدث مع العوضي من صعيد مصر النابض، محافظة سوهاج، مركز جرجة، قرية البندار، بندار الشرقية. لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ وبنى وخلق الماء والثرى، سبحانه لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، سبحانه لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ويعلم ما عنا وما طرى. اصطفى آدم ثم عفى عما كان وجرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل إبراهيم من النار فكان حرها له ثرى، وابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أحمده سبحانه ما قطع نهار بسير وليل بسرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه في ملكه لا معقب له، لا ناقض لما بناه، ولا مظهر لما أفناه، ولا هادي لمن أعماه، ولا ضال لمن هداه. أخذ موسى من أمه طفلا فحماه، وألقاه في حجر عدوه فرباه، ومن عليه من كرمه وأعطاه حتى مشى على الماء وما ابتلت قدماه، ثم كان من غاية شرفه ومنتهاه أنه خرج يطلب نارا فنادى: يا موسى إنني أنا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى ورسول الوجود ورحمة الله للعالمين. لا تطيب مجالسنا إلا إذا عطرناها بالصلاة على الحبيب، فبالصلاة على الحبيب تطيب مجالسنا، وبالصلاة على الحبيب تشرح صدورنا، وبالصلاة على الحبيب تذهب همومنا، وبالصلاة على الحبيب ترفع أعمالنا. فإن شئت من بعد الضلالة تهتدي فصل على الحبيب الهادي محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني من نعيم السرمدي. يا قومنا صلوا عليه فتغفروا بالعيش الهني الأبدي، ويخصكم رب الأنام بفضله بأطايب الجنات يوم الموعد. صلى عليه الله جل جلاله ما لاح في الآفاق اسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من صدق برسالته وآمن بدعوته واتبع شريعته ليوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ
نسيت الحوت وما
تفضل مع الباشا. تفضل يا باشا. تفضل يا باشا. والآن مع أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. حسن فياض، أهلا وسهلا بك. طبعا أهلنا وناسنا أولاد العم العوض، وجايين نوقف ونهني ونبارك للعروسين الأستاذ أحمد عبد اللطيف والأستاذ أحمد مصطفى، وربنا يجعله جواز مبارك ويجعله إن شاء الله بداية فتح بيت وبيتين وأسرتين مسلمين في الخير إن شاء الله. دايما ندعو للمحبة والمودة والألفة، الأفراح بتجمع الناس، تنزع الضغينة، بتقرب، بتآلف بين الناس، وبتنسب مصاهرة، بيجمع الناس على مودة ومحبة، وما بقاش فيه فروق، إنه ما بقاش فيه ضغينة من ناحية حد. دايما الأفراح
بتقرب الناس. ممكن انت فقد ما شفتوش من فتره بتشوفه في فرح، شخص ما جالك فتره غايب بتقابله في الفرح، فبتبقى عمليه تواصل اسلامي اولا وتواصل اجتماعي ثانيا. احنا معلش في تصحيح هنا، احنا لما بنقول الاستاذ احمد العوضي يبقى بيمثل محافظ السوهاج مركز جرجة قريه البندار، بس البذره من بندار، فدايما البذره من بندار، والبذره دايما والشجره بتعم وبتضلل على كل اللي حواليها. ربنا يجعله في الخير دايما ان شاء الله يا استاذ عبد الغني. شرفنا بلقائك الاستاذ حسن فياض. معنا ومعكم احد الاخوه الافاضل، عرفنا بحضرتك. هاني جابر حماد، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا في قرية البندار عموما بالاخص بديوان العوض في مناسبة زفاف الاستاذ احمد محمد والاستاذ احمد مصطفى. رسالتك لعائلة آل عوض والاهلين في بندار والاهلين في مركز جرجة بالاكمل. احنا اولا عايزين نبارك للعروسين والعرسان جميعا، ورسالتي لآل عوض ان دايما يجعل ديارهم ديار عمار وافراح دايما، ونجيلهم دايما في الافراح والمناسبات السعيده دائما ان شاء الله. ونقول لاهلنا في بندار جميعا ان على فكره احنا يعني بندار قريبه جدا الى قلبي، فدايما نقول لهم يعني دايما نجي لكم في الخير وفي الافراح وفي المسارات دايما ان شاء الله، ونبارك لعروسي ان شاء الله. نلتقي بك الاستاذ هاني جابر حماد شيخ الشباب طبعا في اقرب مناسبه سعيده باذن الله. شكرا لحضرتك، مبروك. شكرا، شكرا لكم. طبعا معنا ومعكم احد ابناء الوطن وشركاء الوطن واخوتنا، وهيعرفنا بحضرته. تفضل عرفنا بحضرتك. انا القمص بس اليوس عازر اسحاق، راعي كنيسه الانبشنود بندر الشرقي. طبعا انا جاي نهني وجاي نشارك الفرحه، وان شاء الله يا رب تكون ايامنا كلها افراح، وان شاء الله ربنا كده يتمم على خير الفرح باذن الله. باذن الله طبعا عقبال اولادك. والتواجد ده يعني احنا بيمثل لنا الكثير، ان احنا كلنا واحد، ان ان شاء الله مستمرين، ان شاء الله ربنا يعني الناس اللي بتزرع فتيل الغل والكلام ده الاشياء دي مش موجوده نهائيا. احنا في بلدنا الحمد لله كلنا واحد، ودليل على ان احنا جينا نشارك والامور تمام الحمد لله، واحنا يد واحده وما فيش تفرقه بيننا ما بين بعض. احنا برضو هننتظر ان شاء الله ان يكون في دعوه مقدمه من حضرتك لينا لحضور زفاف، وانت عارف ان احنا دائما متواجدين في كل ان شاء الله الامور الطيبه، وان يجمعنا واياكم في المسرات ان شاء الله. رسالتك لجموع الشعب المتواجد. انا نقول لهم يا رب عقبالكم جميعا، عقبال افراحكم جميعا، وعقبال اولاد اولادكم، وربنا يتمم على خير وتعيش وتحضر افراح ان شاء الله. شكرا استاذ عبد الغني، ربنا يخليك يا رب. شكرا. معنا ومعكم احد الاخوه الافاضل ممثلي وزاره الاوقاف، طبعا هيعرفنا هو بحضرته ومكانته الوظيفيه. تفضل. اهلا بك. عبد الباقي سنجر البنداري، مدير عام باداره اوقاف بندر جرجة التابعه لمديريه اوقاف سوهاج. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اليوم انت جاي لتلبيه الدعوه في ديوان آل عوض. نعم، بصراحه اللقاء شيق جدا، واجتمع فيه الاهل والاحباب، ولم يقتصر على المسلمين فقط، وانما جميع الاخوه المسلمين والمسيحيين المجاورين لهذا الحفل المبارك. وبصراحه ده يدل على نعمه الامن والامان في البلد، و يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل هذا الفرح بالنجاح والذرية الصالحة إن شاء الله. وأشكركم وربنا يدوم عليكم الأفراح جميعا. شكرا لحضرتك. طبعا هو يعرفنا بحضرته وعن مكانته الوظيفية بإدارة الأوقاف. تفضل عرفنا بحضرتك. معكم الشيخ أسامة محمد حسين السيوطي، رئيس قسم الإرشاد الديني بإدارة أوقاف بندر جرجة. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا في قريه البندار عموما وفي ديوان العوض ببندار الشرقيه خصوصا لتلبيه الدعوه، وحابب تقول ايه للعوض؟ طبعا اهنئ العروسين، واسال الله سبحانه وتعالى لهما التوفيق في حياتهما الزوجيه. وفي الحقيقه عرس جميل، لانه يطبق هذا العرس سنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نقيم هذا العرس في مكان طيب مبارك، نبدأ فيه بآيات من الذكر الحكيم بالقرآن الكريم. وطبعا ما أجمل الإنسان عندما يبدأ حياته
بكتاب الله سبحانه وتعالى ويطبق هذا المنهج على نفسه تطبيقا كليا جزئيا في حياته العملية. شكرا لحضوركم وشكرا للتلبية. معنا ومعكم بعد إتمام الليلة وإتمام الحفل ومباركة للعرسان النائب رشدي همام، تفضل حضرتك. نهني العروسين بالزفاف السعيد إن شاء الله، وندعو لهم بالرفاء والبنين وبالتوفيق بإذن الله إن شاء الله. والله أنا ببشركم بخير إن شاء الله، والدنيا حلوة يعني، مش عارف أنتوا تشكوا من إيه يعني، الدنيا يعني الدنيا ماشيه كويس ان شاء الله يعني. سياده النائب لو شكينا وفتحنا الشكاوى الموضوع هيطول، ولكن هنا احنا بنقول انت نورتنا تمام، شرفت بندار برضو، هناخدها مباركه للعرسان والاهالينا في بندار، وان شاء الله نشوفك دائما في الافراح والمناسبات السعيده باذن الله ان شاء الله. والف شكر. شكرا لحضرتك. معنا ومعكم الشيخ عبد الله النمر، تفضل يا عم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهنئ ونبارك للعروسين في هذه الليلة الطيبة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يجعله زواجا مباركا إن شاء الله، ينتج عنه ذرية صالحة توحد الله عز وجل وتعلي شأن الإسلام والمسلمين إن شاء الله، وبارك الله فيكم. معنا ومعكم الدكتور أحمد مصطفى سلطان، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول للعروسين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، ونشكر العائلة الكريمة على هذه الضيافة، ووفق الله القارئ والوعاظ في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يزوج الشباب وأن يكرم من لم ينجب بالإنجاب، وأن يقبل توبتنا جميعا، وأن يصلح حال دولتنا وحال الدول العربية والإسلامية في كل مكان، وأن يجعل أيامنا كلها مسرات ورخاء وأفراح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى أحمد النجيب أحد أفراد عائلة النجيب النجاح كمالي، وأنتمي إلى خوالي وناسي وأهلي العوض، وهني العروسين وهني القناة والمقيمين عليها والمشرفين عليها جميعا والإعداد والإخراج. وكلمة أخيرة للعروسين، ألف مبروك، وربنا إن شاء الله يوفقهم في الخير وفي والمودة ونشوفهم في أحسن حال. نهني العرسان إن شاء الله، وربنا يهنهم إن شاء الله، وربنا يفرحهم إن شاء الله، ورب سبحانه وتعالى يبارك لهم ويبارك لهم إن شاء الله، واخذ البرك ويديلهم إن شاء الله خلوفة الصالح، ويدعى إن شاء الله الأول والآخر إن شاء الله، ويعود علينا وعليكم بخير. محمد عبد الله أبو زيد سعيد، نهنئ العريسين، ألف تهنئة، وإن شاء الله يعطيهم الزيلات الصالحة مثل أسلافهم، وإن شاء الله يبارك فيهم ويديهم طولة العمر وطولة الزيلات الصالحة. ما نقول للعرسان محمود مصطفى، نقول للعرسان البركه، لاولاد المرحوم عبد اللطيف نقول لهم مبروك، وعريس اولاد مرحوم مصطفى نقول لهم الف مبروك، وربنا يتم بخير ان شاء الله، وربنا يهنيهم. عبد الغني ابو احمد ابو عمينا ابو سماحه، اهلا وسهلا بك. طبعا هنا احنا في ديوان العوض وافراح العوض، حابب تقول للعرسان ده خوالنا رقم واحد تمام، والف الف مبروك للعرسان، وربنا يتمم على خير باذن الله، وربنا يكثر من افراحهم دائما ان شاء الله يا رب. جمال عبد اللطيف العوايضة، وأنا جد العريسين، ونقول لهم ألف مبروك للعروس والعريس، وربنا يتم على خير إن شاء الله، وربنا ييسر لهم الأمور ويرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله. عاطف أبو تمام أبو عود، نقوله ألف مبروك للعريسين، وربنا يتمم بخير ويرزقهم إن شاء الله بالذرية الصالحة، ونشكر جميع الحضور. الله يبارك فيك. معنا ومعكم برضو أحد الأخوة الفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. حسب عبد الرحمن محمود من السماحي، ونقول ألف مبروك الخوالي العوايدة، ونهني العرسين، ربنا يتمم على خير إن شاء الله ويرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله يا رب العالمين. كان معكم عبد الغني البنداري من محافظة سوهاج مركز جرجا قرية البندار بندار الشرقية، من ديوان آل العوض، من ديوان آل عوض ببندار الشرقية، وحفل زفاف العروسين أحمد مصطفى وأحمد محمد الكبير،
دامت دياركم عامرة بالأفراح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير البدايات هو ذكر آيات الله مع الشيخ مصطفى علي مهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد، فهو المقرب إلى قلوبنا وهو الحبيب. خلق الرسول لنا نعمة، ولما بعث فينا كان مبعث حضرته رحمة، وشمس سنته لا تغيب. في بادئ الأمر شكرا لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايات نتمنى الاستمتاع مع الشيخ إبراهيم السوهاجي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. أدم الصلاة على الحبيب وصلاته الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. الله 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 صدى والمدى
عيوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. شكرا لجميع الحاضرين ونشكر رجال الأمن العقيد محمد محمد القصار التحرير الذي لحضوره المشرف لنا. والآن مع كلمة أوقافي جرجة لشيخي الذي أتعلم منه الكثير والذي هو يعتبر راعي من رعاة إدارة الأوقاف ويدعم جميع الخطباء وهو عالم وأهل للعلم فضيلة الشيخ أسامة السيوطي، فليتفضل سيادته مشكورا ممثلا عن إدارة أوقاف جرجة ومن ضمن لجنة الحكام في الخطابة وشيخي وأستاذي الذي أفتخر به. تفضل معنا. الحمد لله رب العالمين، يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر منجيه، وجئتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي السيد السند العظيم، وارض اللهم عن آل بيته وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. مواهب في القرآن الكريم، مواهب في الابتهالات الدينية، مواهب في الخطابة، مواهب في كل فن من الفنون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التقدم والازدهار والنجاح لكل واحد في مصرنا الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله. مع كلمة عضو كتاب مصر الشاعر أشرف الخطيب. الباء بر والسين سلام والميم مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين الذاكرين الداخلين في معيتك يا الله. رباه خذ بيدي وارحم ضراعتها، فأنا الغريق بدنيا الناس رباه. أنا الغريق ونار الشوق تلفحني، أواه من لفحات الشوق أواه. إن لم يكن لي من جاه ليجمعني بالواصلين ففي حبي لهم جاه، أو كان لي من ذنوبي ما أنوء به فرب ذنب كريم الصفح غطاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ومصطفانا سيدنا محمد شمس المعارف ونور المعالم. يا سيدي يا رسول الله، شمس تخالف شمس الناس أم عجب، أم وجب أحمد عنه شقت الحجب. لا البدر يفضله
لا الشمس تحجبه والنجم يبعد خزيا كيف يقترب. لدينا الجامع الصيني، جامع الزبدة، جامع الشيخ عثمان، العديد والعديد. لدينا حمام علي بكر الكبير، تحتاج كل منا إلى مجهود لنقف ونجعل جورجيا مزارا ثقافيا وفكريا وتاريخيا ليعود لها شكلها القشيم، وتعود هي بلدة العلم والعلماء الذين نباهي بهم ونفتخر. لكم كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في صاحب الكلمة نقيب محامي جرجة الأستاذ عادل صادق أبو الشباب، تفضل. مشكور الأستاذ عادل. الحي المستعان الرحيم الرحمن الذي علمنا من علم البيان وأنزل على نبيه المصطفى القرآن. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن أشارك في هذه المناسبة، وأنا قليل المشاركة في تلك المناسبات، ولكن حسبي أنني بحكم عملي متنقلا ما بين القاهرة وما بين سوهاج وما بين جرجة لمباشرة عملي، فإنني وقتي ضيق. ولكن هذه المسابقة إنما استكشفت على أن هذا البلد لا ينطق، وأن به بذورا ظن أعضاء الوطن يوما أنها ماتت. ولكن أقول لكم جميعا، الوطن، ضعوا الوطن فهو، ضعوه مكان عينكم، ضعوه فوق الجباه فلا تساوون شيئا في الوطن. أما أخي وابني الشيخ عمر الذي أعلنها صريحة أنني ضعيف أمامه فلا أستطيع الاعتذار عن دعوته، فهو أحد أعلام الصوفية في مركز جرجة. أعلن عن جائزة 500 جنيه لكل متسابق 15 كل واحد، ولو معايا فلوس أكثر كنت اتبرع. أنا آسف إنها جت متأخرة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عضو اتحاد كتاب مصر وأحد اللجنة، رئيس اللجنة في الشعر، والآن يأتي دور تكريم السادة المحكمين اللي كانوا يحكمون في مسابقة موهبته. تفضل باشمهندس سيد رئيس مجلس المدينة باشمهندس علي عقيل والحاج عبد المحسن، تفضلوا. تكريم السادة المحكمين، محكمي مسابقة موهبته في القرآن الكريم، فضيلة الشيخ أشرف الحلواني، فليتفضل مشكورا. في الإنشاد الديني، لجنة التحكيم، رئيس لجنة التحكيم في الإنشاد الديني الشيخ إبراهيم حسن السهاجي، مبتهل الإذاعة والتلفزيون، كل الشكر والتقدير للشيخ. في لجنة الشعر الأستاذ أشرف الخطيب، عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة الشعر، تفضل. من لجنة التحكيم في اللغة العربية وهو والدي الأستاذ عبد الرحمن نصر، تفضل. حقيقة ما بقيت عمر عبد الرحمن نصر إلا ببركة هذا المعلم الفاضل، موجه في إدارة جورج التعليمية. فضيلة الشيخ أسامة السيوطي في لجنة الخطابة، فليتفضل مشكورا. أستاذي وشيخ، تفضل. شكرا لفضيلة الشيخ أسامة السيوطي اللي أول برضو ما عرضنا عليه فكرة المسابقة استقبلها بسعة صدر، فتحية تقدير لأستاذي فضيلة الشيخ أسامة وشيخ. أستاذ محمد حاتم الأول 4 سنين
في الغناء في جامعة سوهاج، وأول ما عرضنا عليه الرجل ساب دنيته وساب مشاويره في سوهاج وكان معنا، فتحية وتقدير له. الإعلام القدير كبير معدي قناة ضيمة الأستاذ خالد شعيب، فليتفضل مشكور. تفضل أستاذ خالد. حقيقة أن الأستاذ خالد مشكور وجهده مشكور، رجل جل من أسوان، شكر وتقدير لهذا الرجل الإعلام القدير أستاذ خالد. تفضل. تحية تقدير واحترام لأستاذنا الدكتور أحمد العوض. مشكورة دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. صحفي بجريدة الأنباء الدولية أستاذ ممدوح القعيد، شكرا لحضرتك أستاذ ممدوح، تحية تقدير واحترام لي. شكرا لك أستاذ ممدوح. سامحنا في التعبير الزئبقي بس هي تعبير على على قوة الحركة. شكرا وتقدير للأستاذ ممدوح الضعيف، شكرا. انتهت فقرة الإنشاد لمنسق المسابقة وهو الأستاذ عمر عبد الرحمن نصر بالتنسيق مع ابن كلب المبدع محمد علي. قسما بنور المصطفى وفي من يمدحونك من أبوك.
نحد عودنا ومهما الدنيا تخبطنا بنرجع ليها من تاني الى الحضن اللي بيعاني عشان فركشنا لمتنا الى الام اللي حبتنا وشالت هم غربتنا وسندتنا عشان نعلم لو الدنيا ما بتسعنا نلاقي حضنها بيضم كلامها علاج يزيل الهم دواك دايما في كلمة أم. دكتور أحمد العراضي وأستاذ خالد شعيب كصحفيين أو كإعلاميين إن إحنا هناك مواهب لابد أن تكرم لأن لديها الموهبة ولكن لا نتدخل في لجان التحكيم ولابد أن يكون لهم تكريم فهنبدأ في ابن زهاد أحمد شعبان. المواهب دي يعني احنا استمعنا ليها. انا عندي دلوقتي بعد اذن الحضور لما اتلقى او اتلاقى باللغه الصعيدي يا استاذ شريف عشان عارف انت مش هترحمني لما اتلاقى بنت الصعيد الصغيره الممتازه انها تقتحم المسابقه وتيجي تدخل في القران والتواجيع فتحيه خاصه لضحى ناجح اللي تتفضل تتكرم لانها اقتحمت المسابقه وكانت حاجه جميله جدا فلتتفضل مشكورا للتكريم. ضحى ناجح رحمه ناجح اعتذر انا رحمه ناجح. ابتدي راجعي وابتدي كده زي ما قال مولانا اتفضلي كده ويتعدل الاسم بالشهاده الف مبروك. اخر حاجه مطلوبه منكم بعد اذن الدكتور احمد وبعد اذن الناس هو في واحد اتكرم كمركز يعني ثاني او ثالث ولكن يعني يا دكتور محمود والناس اللي شرفتنا واستاذ اسماعيل شلبي وكل الحضور اتفضلي يا رب. اتمنى ان تستمعوا الى ابن دار السلام الشاب الذي يرتدي الزي الازهري فضيلة الشيخ أحمد خلف وليتفضل وتسمع مولانا كده الموهبة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. عفوك ورضاك يا بيغني تركي بالجيتار. سمعنا حاجة. جمال يسوع سويني دي صوان سزر يا شورم برشك رسو كان ريانا يانا بتانم دونجر يبن هرشين ونطرم للأستاذ خالد شوهيب اللي شرفنا، كبير معدي قناة طيبة، دكتور أحمد العوضي زعيم قناة الحدث، شكرا لك دكتور. أستاذ ممدوح القعيد، ثم بعد ذلك نأتي إلى شكر الأشخاص اللي كانوا معانا، أستاذ محمد عبد الجواد، أستاذ شريف وجميع القائمين والحاضرين، وشكرا لله وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.